هذا صديق وأخ عزيز ورجل وفي، واشتغلنا معه التقينا معه كثيرا واشتغلنا معه بالخصوص تحت رئاسته في لجنة التشاور حول الدستور التي كانت تعقد في الديوان الملكي، كان يحضرها قادة الأحزاب وكنت ساعتها منهم، وقادة النقابات كذلك ويعني آخرون، وكان مثالا للرجل الوطني المخلص لبلده لدينه لملكه، والجاد في عمله والمتابع للتفاصيل والمرح في نفس الوقت، والذي كان يستطيع أن يحسن التدخل ليحل هذه المشاكل كلها بين مختلف التيارات ومختلف الشخصيات. لقد فوجئت بوفاته، يعني لم أكن أعلم أنه كان مريضا قبل ذلك مدة طويلة، والآن وقد توفاه الله لم يبق لنا إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه ويرزق أهله الأجر والصبر. وعزاؤنا واحد، وعزاؤنا لجلالة الملك في فقدان مستشاره السي محمد المعتصم. في فقدان أستاذ المعتصم فقدنا الرجل الوطني الغيور، الرجل الذي أعطى الكثير لا في مجال الفقه الدستوري ولا في مجال التطور الدستوري في بلادنا، ولا كذلك في مجال العمل من أجل تطوير العمل البرلماني والعمل كذلك من أجل تطوير التطور الديمقراطي في بلادنا وتكريس الديمقراطية في بلادنا. وفي هذا الإطار لا يمكننا إلا أن نترحم عليه وأن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. المرحوم شخصية متميزة، متميزة على مختلف الوجهات. أولا إنسان وطني قح، محب لوطنه، محب ومتشبث بثوابت الوطن وثوابت الأمة. ثانيا إنسان اللي معروف عليه كقامة علمية معترف بها، أستاذ في القانون الدستوري، من أحسن ما أنجبه هذا الوطن، وساهم إسهامات كبيرة في الدستور الأخير أو كذلك في مختلف إسهامات متعددة. إنسان اللي كان عنده كذلك حس سياسي كبير، حس سياسي متميز فطري، وجمعتنا بالطبع أوقات متعددة وظروف مختلفة. اللي يمكن يقول بأنه إنسان دائما كان صدوق، إنسان اللي يعني كيعطيك وكتعطيه، وكاين هناك يعني واحد الجو دائما إيجابي، نظرة إيجابية للمستقبل، نظرة إيجابية للوطن، نظرة إيجابية كذلك لحتى التعقيدات اللي يمكن تكون موجودة. كان إنسان منفتح، منفتح على الجميع، يعرف وطنه، يعرف تاريخ بلده، ومؤمن كذلك بالأفق اللي على أساسه تبنات هذه الدولة منذ قرون، واللي عرفت وتيرة متميزة خلال السنوات الأخيرة. رحم الله السي محمد المعتصم، تعازينا بالطبع لعائلته الصغيرة، وتعازينا كذلك لكل أصدقائه وأحبائه وكل من يعرفه. عندك